بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على الحبيب. أولا الله يرحمها، كتسنى هي دابا الآن الدعاء، الله يرحمها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وجمعنا معها في الحوض مع سيدنا رسول الله، نتسقاو من يده الشريفة رفقة الأولياء والأنبياء والفقراء. الموت حق، ولكن كنقول بأن المغرب اليوم حزين لأنه كيفتقد واحد المرأة من طينة الكبار. ما غنقولش عليها حرام لأنها حرام ديال المصريين، هذه لابوءة، هذه جبل من جبال الأطلس الشامخة، هذه سفيرة ديال النوايا الحسنة. هاد المرأة يعني أي واحد يفتخر أنها تكون أخته وتكون زوجته وتكون يعني رفيقة درب. إنسانة التي تؤمن بأن الفن رسالة، وتؤمن بأن الفن للفن في شكله والفن للمجتمع في مضمونه، ترفض أن تشارك في أي عمل تافه. كيف قلت أنها تشارك في أعمال اللي كتحمل قضايا ورسائل، تقلدت يعني مسؤوليات في مؤسسات رسمية وفي مؤسسات غير رسمية، وكانت سفيرة ديال الفن والثقافة المغربية، حاسة على جوائز داخل المغرب وخارج المغرب. إنسانة اللي انطلقت مع سيدي عبد العظيم الشناوي الله يرحمه في الأخوة العربية، فقط معمورة مع الطيب الصديقي الله يرحمه، في سلسلات مسلسلات في السينما وأيضا في الإذاعة، انطلقت في إذاعة ميديا رفقة مطاع والشناوي السي مطاع الله يشافيه والله يطول لنا في العمر ديالو. فنانة اليوم ما كنفتقدوش فقط الفنانة المثقفة، ولكن أنا كنفتقد الأخت والصديقة والسند والرفيقة والحبيبة أمي والساكنة في قلوب الجماهير المغربية. الفنانة يعني اللي عليها الإجماع، الكل يحبها، الكل ونفتخر بأننا عندنا فنانة مثقفة، ولكن احنا كنفتقدوا الإنسانة الطيبة. كنفتقد واحد الإنسانة اللي كانت كتصبح عليا كل صباح يعني بكلمات طيبة بالطاقة، كانت الخيط مع الله محافظة عليه، كدير اللي عليها، كتقول لك أنا كندير اللي عليها اللي عليا وخدمة الله يديرها الله. كتصلي في جرة كتلقى هي الأولى في البلاطو، كتدخل الفضاءات كاملين، فضاء التقني، فضاء المكياج، الملابس، الكوزينة، خطواتها كلها طاقة إيجابية وابتسامة رائعة ومنضبطة، وإنسانة اللي مهووسة بالعمل ديالها وبالدور ديالها. يعني إنسانة اللي كتسأل على التفاصيل وكتعطي دائما، كتكون نموذج للجيل الجديد الفنانين، لا في الانضباط لا في عزاؤنا واحد وخالص العزاء للزوج ديالها الفنان والمخرج سيدي عبد الرحمن الخياط ووليداتها لالا ياسمين والفنانين كاملين. رحم الله الفقيدة وإنا لله وإنا إليه راجعون. أنا دائما أتواصل مع السيدة، يعني احنا كنتواصلوا في الافراح قبل الاقراح. انا اليوم ماشي فرحان ليها لانها غتمشي لواحد المقام اخر، مقام عند ربي رحيم. يعني انسان اللي اش غنقول لك، يعجز اللسان، القلب يحزن، العين تدمع، لكن اللسان لا ينطق الا بما يرضي الله. عزاؤنا واحد، وكنعزيو جميع الفنانين الرواد من خلالها، وامراه التي لن تتكرر. ان شاء الله بالعكس الاهداء ديالها لهذا الموسم كامل غيكون اهداء للروح الفنانه نائما الحاجه نائما الشرقي، ومن خلالها الفنانين الرواد، لانه الرائد دائما كيعطي، الرائد والمحترف دائما كيعطي الاضافه في اي عمل فني. عزاؤنا واحد ورحمه الله الله يسلمك. لله وإنا إليه راجعون، شهادات مؤثرة من فنانين وأهرامات، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما يمكنش المسار ديالها ديال 82 سنة نحكي أنا في دقيقة ولا جوج ديال الدقائق. ناعمة مشرقة. أنا لما دخلت المسرح البلدي بمدينة الدار البيضاء في 65 احترفت، كانت هي ناعمة مشرقي عضو من اكبر الاعضاء واهم الاعضاء في هذيك الفرقه ديال المسرح البلدي ديال مدينه الدار البيضاء، هي والسي عبد القادر مطاع الله يشافيه. كانت قامه من قامات الفن في المغرب والمسرح، سواء على مستوى المسرح ولا على السينما ولا على مستوى البرامج. كانت كثيرة النوايا الحسنة ايضا، يعني امراه كانت خيره، دارت أشياء كثيرة مهمة، الله يرحمها، طلبوا لها الرحمة والمغفرة وهذا ما كان. شكرا لك. شكرا شكرا. لا ما يمكنش أخو،
قلت داكشي اللي كاين صافي نبقى نعاود داكشي اللي قلت هادو منابر فرنسيه كلمه 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 في حق الراس وراه قلنا كلمه صاحبي وانتم تجبدوا من النعس خلينا نفكروا المراه مسكينه فقدان فقدان الأم والأخت والفنانة الكبيرة ذات الشعور الباهر المبهر لا في السينما لا في المسرح لا في التلفزيون فكانت تقدم سعادة إنسانية للشباب وغير الشباب فرحمها الله كانت ممثلة على الصعيد الدولي قدمت أعمال يفتخر بها المغاربة اسم محمد قدمت مسرحية تاريخية وغيرها مسرحيات بالعربية الفصحى وبالدارجة فعدد ما كاينش حساب ديال العدد ديال الأعمال ديالها كثيرة كثيرة جدا وجاءت من وسط شعبي تربت في درب السلطان حيث في حي المقاومة وحي النضال الوطني لأن كان درب السلطان كل وطنيين وكل مقاومة وهذا الشعور انتقل إلينا احنا يا ولد درب السلطان لما ولينا شباب والأطفال ولا هذا انتقلنا وعبرنا عليه بفننا شكرا بسم الله الرحمن الرحيم عزاؤنا واحد هذه الفنانة الكبيرة فنانة الرائدة من رائدات الفن المغربي اللي من صغرها وهي كتكافح من أجل يعني باش تكون للفنان كرامة تكون ليه يعني تكون ليه شخصية تكون ليه سند يكون عنده سند يكون عنده وضعية ويعني أنا فنانة نعيمة الشرقي افتقدتها كثير لأن غنفتقدها كثير لأن صديقة وأخت وعزيزة وأستاذتي أستاذة ديالي تعلمت منها بزاف ديال الحوايج الله يرحمها ويوسع عليها ويرحم جميع المؤمنين امرأة إنسانة جمعوية مناضلة كتحب بلادها بواحد كتحب المغرب بواحد طريقة يعني كبيرة يعني بحيث كتأسست جمعية وطنونا من أجل استرجاع الإخوان ديالنا اللي محتجزين في تندوف ويعني ودرنا مسيرة كبيرة اللي فيها تقريبا واحد مليون ونصف ديال المواطنين اللي كان ناديو باسترجاعهم الحمد لله كاين اللي رجعوا حتى هذوك اللي رجعوا وقفت معاهم وتعاونت معاهم وكتكافح باش خداو يعني السكن ديالهم وخداو يعني بعدا نسبيا يعني شوية تحسنت الوضعية ديالهم شكرا لكم اخر لقاء كان عندك استاذه معي لا دائما كنشوفو دائما كنزورها لان صديقه واخت عزيزه ولكن اخيرا ملي مرضات كانت شويه عيانه فخلينا ترتاح حتى البارح عيط لي السي عبد الرحمن الخياط انا يعني كنت فرحانه انه غادي يدوزها ليا بحال ايام الاخرى كيدوزها ليا كنهضر معها فصدمت لما قال لي راه الله يرحم نعيم شكرا استاذه نعيمه عزاؤنا واحد سي سعيد مرحبا مرحبا
مرحبا. سعيد واحد صورة مع واش عينا قبل سعيد الناس سعيد انت بخير واش جلس نتاعك شي بخير سعيد بارك الله يلا ما يركز مع عيط لك الدور شي حاجه لا لا خصنا نبقاو نشوفوا بعضياتنا الوقت اخويا كانت الوقت غدا بواحد السرعه خطيره جدا الله يصاوب وصافي الله يصاحبي الله يفرح الله يسعدك تقول لنا في حق راحله رحمه الله ما كاينش اللي غادي يقول لكم اكثر من سي بنوس لا بغيناك حتى تقول كانت عاود لكم بانها كانت حامله وكانت مركبه في مسرحيه وهي حامله بولدها وكانت مركبه في مسرحيه وكتدور به المده ديال الجلسه با شحال ديال الوقت تقريبا عندها في داك المسرحيه كلها ساعتين وهي كتدور به وهي حامله كانت تحب الميدان لواحد الطريقه ما كتصورش هذا الجانب الفني من الناس اللي ضحى فهي بنت دربنا بنت كراج علال درب السلطان يفتخروا بها الى جانب كل شيء ولاد درب السلطان وانا عاشرتها اكثر في الجانب الاجتماعي لان الجانب الاجتماعي كانت تدير الخير بزاف كانت أم للجميع يعني كانت مناضلة ووطنية مناضلة وتحب وطنها وتحب ملكها وتحب بلدها وتحب الفنان نحب الفنان هذيك زرعات في قلوبنا حبنا لبعضياتنا بصراحة مني كنا كنجلسوا كتقول لك أوليدي الله يرضي عليك هذاك ما تديش عليه هذاك راه ما عنده عقل هذاك الله يرضي عليك أوليدي لما سير عاونو هذيك سير عاونها سير عطيها سير دير كتجمع وكتمشي خاطر لكل شيء الله يعمر لها الدار الله يرحمها والله يعمر لها دارها في الجنه ان شاء الله باذن الله. المليونيه اللي طالبش فيها باش يرجعوا رجعنا احنا كنا من الناس اللي انا كنت معاه في وطنونا في جمعيه ديال وطنونا ودرنا مسيره فيها 100,000 واحد اللي شاركت فيها في الرباط وقدرنا نوصلوا مشينا للعيون انا وياها ونعيمه كنظن نعيمه الياس وكان معنا السي احمد هذا اللي كان في فرنسا ودرنا حتى ودارت حتى واحد القنطره ما بين الناس اللي في الخارج والناس اللي هنا يعني هي اللي جابت لي انا جمال الدبوز باش نخدمه هي اللي جابت القنديلي اللي سميتو وباقي الان الصور والفيديوهات عند القناه الاولى الا بغاو يهضروا على الفنانه يهضروا على هذه السيده هذه لانها كانت تعاون طول مون كانت تعاوني كتبغي تعاون يعني هذا هو وشاركنا وقدرنا نخرجوا 100 واحد من المغاربه منهم واحد الطيار اللي هو علي ومني خرجوا هاد الناس سكناهم ومشات كتقلب عليهم هي كل شهر كتهز القفه وكتمشي عند كل واحد فيهم وكتمشي تتسعى للمساعدات باش تعاون هاد الناس هادو اللي خرجوا من تيندو فتنظن هادو خصهم يشهدوا لها بهذا الشيء فهي انسان اكثر من المقاومه انا تنظن انها رغم نحافتها رغم قله صحتها فكانت دائما مسكينه كتجري وكتعمل الخير لا الله يرحمها والله يوسع عليها سي سعيد وتهلاو في هاد الناس قبل ما يمشيو لينا تهلاو فينا هضروا عليهم المهم القبر ديالها حاليا سبحان الله من جوار ديال الدسوكي الحمد لله الحمد لله نعم ما مسي مرحبا 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 مصطفى الدسوكي خدمت معاه خدم معايا في نسيب الحاج عزوز يعني الدسوكين انا من الناس اللي كانوا تيبغيو انا فان ديالو من وانا صغير الدسوكين ضحك المغاربه كلهم ضحكني ضحك كل شيء علمنا حببنا في التمثيل لا هو لا عبد الرحيم التونسي عبد الرؤوف لا السي مصطفى الزعري كذلك مسرح الحي يعني مسرح الحي جا من بعد انا تنهضر على الجينيراسيون القديمه اما احنا كلنا في الجينيراسيون ديال المسرح الحي مي هو تبارك الله عليه كان علمنا شنو كيفاش نعاودوا النكته كيفاش وكان ولد البلاد وكان ولد البلاد بمعنى الكلمه كان كيحب بلاده حتى هو وهذا هو الفنان هو اللي كيحب بلاده ويحب وطنه ولا هو ولد دربنا ولد درب عرفتي هذا السلطان خرج تبارك الله العجب درب السلطان نقدروا نقولوا كانت مناضله قويه شرسه تدافع على الوطن على المرحلة نعم كانت مناضله شرسه طبعا كانت طبعا دفعت ماشي غير على المراه هي دفعت على يعني كانت يعني الجانب الاجتماعي كانت نشيطه في كل الميادين يعني
لا سواء بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمسائل الوطنية، بالنسبة للمسائل اللي كتهم مصلحة البلاد، تحب ترابها الوطني، يعني عندها واحد تاريخ جميل جدا. شكرا سعيد، سمح لينا معكم صلاح الدين نصر الله، فيدرالية ودادية العمال والتجار المغاربة بفرنسا. احنا جينا باش نحضروا لهذه الجنازة ديال الأخ ديالنا بنت درب سلطان، اللي هي كانت إنسانة طيبة وخلوقة، وكنا وجدنا واحد المسيرة في 2010، جينا من بروكسل حتى للكركارات 18 يوم اللي روتور، وكانت استقبلتنا وجات معنا مسكينة حتى الرابة، ومشات معنا يمكن حتى لمراكش، وحنا كملنا حتى للكركارات والحمد لله. ديك السيدة مناضلة من المناضلة الكبار، بيان سور راه زادت في الحياة، الحي ديال النضال ديال المقاومة، حي درب السلطان. درب السلطان زادت مقاومة، وكانت من الناس اللي هما ما يتنساوش. وامول سي صلاح الدين بالاشياء اللي ما غاديش تنسى لك مع لاله نعيمه. اخويا بنت الحومه ديالنا كيفاش غنساوها؟ الى نسيت الحومه ديالنا غادي ننساها حتى هي، لان الحومه ديالنا الام ديالنا، ديك الام ديال هادشي ديال درب السلطان ودرب كلوطي وكريان كلوطي، هو الام ديالنا، الام ديالها هي والام ديالنا حنا، هذيك ما عمرها تنسى لنا ديك السيده. شكون تقول لنا الفنان الله يرحمه؟ استاذه هذه هرم من هرم ديال الفن المغربي، لبؤة كبيرة، وانا الجار ديالها ساكن قدام دارهم، وانا كبرت معاه، عندي 61 عام كبرت معاه، وهي جارتي، وهي اللي مولتنا، وهي اللي وقفت معنا، وهي اللي ساندتنا في الفن ماديا ومعنويا، وكانت تمشي امي، وكلمه نقول كانت تمشي امي لفرنسا، وكتخلينا عند امي فاطمه في الدار، وهي اللي كتصرف علينا، وهي اللي كتوكلنا، وكان الحي ديال درب السلطان ديال الزنقه واحد كان كلهم كيتفرج عندهم في التلفازه، لانهم هما ناس ديال الثقافه وديال الفن. وبنعيمه المشرقي غنيه على التعريف، لان تنقول لك واحد الكلام، انا راه جارتي وكنت ساكن معاها وكبرت معاها حتى لهاد الساعة، أنا راه ولد 63، عندي 61 عام، وراه أختي وأمي وصاحبتي وإنسانة مقاومة ومناضلة، ولقاتني واحد النهار في صغري كنغني بواحد الطارو اللي فيه السلك، وجابت لي جيتار من المدينة من مصرق، وهداته لي، وهذه الأم ديالنا، وأنا راه حابس الدموع ديالي، هذه الأم ديالنا مشات علينا. الله يصبرك. مشات علينا وما نكذبش عليك. اختي هذه وامي كبرت معنا، وخواتاتي كلهم في فرنسا، وكلهم كبرت معها، ومع خوها خليل المشرقي ومصطفى الدكتور المشرقي ومولاي ادريس المشرقي وخوها عبد الله المشرقي وعبد القادر المشرقي، وعائله كبيره، وكنطلبوا من الله، الله يرحمها والله يوسع عليها، ديك القبور يجمعي المسلمين والفنانين ديالنا كلهم ديال المغرب اللي ناضلوا من اجل هذه النهضه ديال الفن. والسلام عليكم ورحمه الله. ترابي انا في المقبره قدام البفاجه عندي. ايقونه المغربيه اولا قبل كل شيء، ان لله وانا اليه راجعون. اليوم الساحه الفنيه والاسره الفنيه المغربيه كتفتقد هرم من اهرامات الشاشه المغربيه، فنان المعطاء اللي عطات كثير، وغنات الخزينه الفنيه المغربيه نعيمه المشرقي الله يرحمها وليها برحمه الله. كنبغي نعزي اسره المرحومه واسره الفن المغربي، وان لله وان اليه راجعون. شكرا. ان لله وان اليه راجعون، ان لله وان اليه راجعون، ان لله وان إليه. دور شخصيات سي نبيل بن عبد الله. نبيل بن عبد الله خليك ياخذو كيعاودو ياخذو، راه مشكل. عاود معانا حنا، خليك شاف دخل عندو اجي من نجم. سي 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 سيدي نبيل سيدي نبيل سيدي نبيل حقيقة
ان مينيت غير خليك ان مينيت أشعر بحزن كبير وأنا أرى اليوم نعيم المشرقي تغادرنا إلى دار البقاء. نعيم المشرقي تجسد حقيقة هرم من أهرام الساحة الفنية الوطنية. نعيم المشرقي كانت تربطني بها علاقة صداقة وأخوة ومودة منذ زمن بعيد. نعيم المشرقي تركت بصمات هائلة في الساحة الفنية الوطنية المسرحية والسينمائية. ونعيم المشرقي كان لها حضور وطني وحضور دولي. وحقيقة ونحن نراها في سيرها نحو الخلود، ونراها إن شاء الله وندعو لها بأن تدخون فسيح الجنان. لا يمكن إلا أن نقف وقفة إجلال واحترام وتقدير لهذه الفنانة الكبيرة التي ستترك آثار طيبة والحمد لله في الساحة الثقافية الوطنية. شكرا سيدي نبيل. شكرا سيدي نبيل. شكرا سيدي نبيل. إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله وإنا إليه راجعون. هادشي جنازة الراحلة نعيمة مشرقية المناضلة، كيف ما سمعتوا معنا شهادات قوية ومؤثرة من فنانين ومن مخرجين ومن أهرامات كذلك. الله يرحمها والله يوسع لها ضائقة القبور، الله يجعل القبرها روض من رياض الجنة. إن لله وإنا إليه راجعون. لله محبوبة وغتبقى محبوبة عند الكل. اللي انا بعدا دوزت معايا واحد 4 ولا 5 ديال الملاحم اعمال اللي كانت غنات معايا فيهم، وكانت كذلك كتشجعنا وكتعاوننا لان هي كانت هرم وحنا كنا يلاه بدينا، وكانت كتعاوننا في التصوير في دوزان في اي حاجه انها كتشد لنا يد المساعده. ورحم الله لالا نعيمة المشرقي، الله يرحمها هي وجميع الفنانين اللي مشوا عند الله كاملين. سي سيدي اهلا سيدي، اجي لك الله يحيد من الشمس، اجي معايا دخل معايا سي سيدي. هنا سي سيدي اش تقول لنا على الفنانه الايقونه المناضله اللي دافعت على المراه المغربيه ودافعت على الوطن؟ دافعت على الوطن، دافعت على المراه المغربيه، فنانه كبيره يعني رائده من الرواد الكبار ديال هذا البلد الحبيب يعني. ودارت معايا اعمال انا كانت ملاحم اللي هي راها الان موثقه في دزان وموثقه في الاولى. كانت ملاحم كبيره وكانت لا هي ولا الحاجه الحمداويه ولا يعني هذو الناس اللي مشاو الله يرحمهم. وكيبقى دائما نعيمة المشرقي انها مدرسه هذيك السيده، مدرسه كبيره وفنانه كبيره ودا واحد وقول إن لله وإنا إلى راجعون. اش غنقول لكم؟ شكرا. كتعرفني كنحبها بزاف ولكن ما شاء الله. إن لله وإنا إلى راجعون. شكرا شكرا سي سعيد. ما تشوفوا معنا متابعي ومشاهدي جريدة عبر في هذه الأثناء هذه صلاة الظهر وكذلك صلاة الجنازة على الراحلة نعيمة مشرقي رحمها الله. إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله وإنا إليه راجعون.